بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن نكون في ليلتنا هذه وفيما بقي من ليالي هذا الشهر الكريم أن نكون ممن ألهمهم الله تعالى طاعته وقواهم عليها وجعلهم فيها من المقبولين. طبعا أخواننا، للتذكرة، مثل ما شفتوا برنامج إحياء هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن نكون فيها من أهل القدر، مقسم ثلاث أجزاء. الجزء الأول بعد صلاة التراويح مباشرة، بعد صلاة التراويح مباشرة هذا الجزء هو لقراءة القرآن بشكل فردي، واللي بيحب يستريح بعد صلاة التراويح إلى أن يبدأ الجزء الثاني من القيام أيضا بيكون منيح. ثم الساعة 12:10 يبدأ القيام والأذكار وصلاة التسابيح وشيء من الإنشاد والدعاء إلى الساعة 2، وبعدها استراحة بسيطة، ثم مرة أخرى صلاة التهجد والقيام بإمامة الشيخ عماد هبول إمام الجامع. فثلاث أقسام، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيها من المقبولين. الكلمة اليوم المختصرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة هي أن المعاملة مع الله عز وجل كما تعلمون معاملة بالقلوب، وكل ما نراه وكل ما نعيشه من أشكال العبادة لله عز وجل إذا لم يكن معها قلب حاضر حي فهذه العبادة ليست على الحقيقة ما يريده الله عز وجل. يعني أن تركع بجسدك ولا يركع قلبك هذا ليس حقيقة الركوع. ألا تشعر وأنت في ركوعك بالخضوع الكامل لله عز وجل فهذا ليس ركوع. أن تسجد ولا يسجد قلبك، يعني أن تشعر بمنتهى الذل بفناء وجودك وكمال ذلك وعبوديتك لله عز وجل الذي له ملك كل شيء، إذا ما كان سجودك هكذا فهذا ليس بسجود. أن تقف وتسمع القرآن الكريم أو تتلو القرآن الكريم في صلاتك من دون أن تنظر بعينك إلى قلبك هذا أيضا ليس قياما وليس صلاة، لأن الصلاة صلة والركوع خضوع والسجود تذلل، مو صورة مو شكل. طيب، حتى أخواننا الكرام، من معاني عبادتنا لله عز وجل بقلوبنا ما نستشعره في القلب. الله سبحانه وتعالى قال وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما حولك نعم خلقها الله عز وجل لك، كل ما حولك آيات في هذا الكون سخرها الله عز وجل لك. شو عبوديتك أنت مع هذه النعم؟ شو عبوديتك مع هذه الآيات؟ عبوديتك مع هذه النعم والآيات ألا تكون غافلا عنها، وأن تكون مدركا لها، وأن تكون شاكرا لها. كل شيء من حولك، شو الغافل؟ الغافل هو من لا يرى الله. الغافل هو من لا يرى الله، بس بيفكر بأسباب الدنيا. شو صار؟ والله يا أخي في مؤامرة على سوريا، في مؤامرة على سوريا، صح هذا الظاهر وهذا صحيح، هذا صحيح، لكن غير المؤامرة على سوريا في درس وتربية من الله عز وجل، فهمه من فهمه وغفل عنه من غفل. في ذنوب وتقصير وارتكاب للمحرمات وإغراق في معصية الله عز وجل مع تبرير هذه المعصية. شوف قديش في محاكم مليئة بالمظالم، شوف قديش لحنا اللي قاعدين هون بهذا الجامع ونريد أن يحيي ليلة القدر اليوم، شوف قديش ظالمين، قديش متعدين على حقوق الناس، وقديش بنبرر هذا التعدي. إذا واحد يقول له ليش قاطع الرحم الفلاني بيبرر لك، ليش آكل المال الفلاني بالحرام بيبرر لك، ليش أخذ قرض بالربا بيبرر لك،
ليش ليش كله له تبرير. طيب إذن الغافل هو الذي لا يرى إلا الأسباب الظاهرة، أما غير الغافل فهو الذي دائما قلبه مطمئن بالله عز وجل، ناظر إلى الله عز وجل، متأمل. كيف يعني ناظر إلى الله عز وجل؟ يعني في آيات الله عز وجل، في نعم الله عز وجل. وقد تكون أحيانا قسوة قلبك وبعد قلبك عن الله وعدم شعورك بما أراد الله عز وجل من معرفة قلبك بالله وأنس قلبك بالله عز وجل، قد يكون بأشياء بسيطة بسيطة كثير. من الأحاديث التي كنا نذكرها قبل هذه الفتنة وقبل هذا البلاء الذي ابتلينا به في وطننا، الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. كنا كثير نكرر هالحديث، كنا نشعر انه يعني شو هالكلام هذا، وشو هال يعني كل الدنيا كل الدنيا، شو شو على شو كل الدنيا. بعد ان جاء هذا البلاء وجاءت قسوه البلايا التي تعرضنا لها، صرنا نشعر بكل وحده لحالها لحالها، مو الثلاثه، كل وحده لحالها انه هي كل الدنيا. معناتها شوف انت شلون معاملتك مع الله عز وجل قاصره، لانك انت مالك عم تعرف النعمه اللي انت فيها. شو؟ من اصبح امنا في سربه. لما ابتلينا بالخوف على انفسنا وعلى اعراضنا وعلى اموالنا وعلى 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 وعلى، وصار كل واحد ماله عرفان من اي طريق بده يمر ومن اي حاره بده ينفذ وشلون بده يعمل، وبده يهاجر ولا بده يسافر ولا بده يقفل الباب بمئة الف قفل ولا ولا ولا، صار يعرف شو يعني قيمة انه كان ينام والباب مفتوح، صار يعرف شو يعني قيمة انه كان يمشي من هون للقامشلي، من هون للقنيطرة، من هون وين ما بده يروح يروح. واحد بيقول له وين رايح، ولا حدا بيقول له شو عم تساوي، ولا حدا بيقول له شو صار معك. آمنا في سربه لحالها، قال والله بس هي لو ترجع والله هي بتسوى الدنيا كلياتها، كل الدنيا بتسواها. طيب معافا في بدنه، خلي واحد لا سمح الله يبتلى، هو نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله عز وجل دوام العافية، يبتلى هو أو أحد أحبابه بمرض خبيث، بمرض لا علاج له، يبتلى بوجع رأس دائم، بيقول لك كل هالدنيا ما بتسوى بس أني أنا أتعافى من هالمرض، أنه هذا الحبيب الغالي علي يتعافى من هالمرض، كل هالدنيا شو معه أموال مستعد ينفق كل هالأموال من أجل هذا الشفاء، عنده قوت يومه. شو بدك بعد قوت يومك؟ بس البني آدم طماع، شو عم يفكر؟ عم يفكر يأمن مستقبله ومستقبل أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد أولاده. شلون إذا ما بتزبط هي؟ هي شغلة بإيد الله عز وجل بس، ما دخلك فيها أنت منوب. أما أنت اللي حقيقة يعنيك هو قوت يومك، ما في حدا عنده قوت يومه، عنده قوت يومه عنده قوت 10 سنين تانيات. فقد حيزت له الدنيا. طيب مع هيك ليش النبي عم يقول هيك صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى أنت يطمئن قلبك، حتى أنت في معاملتك مع الله عز وجل تشعر بالرضا. هلأ مو بدك تصلي، مو بدك تسجد، مو بدك تركع، مو بدك تقوم الليل، مو بدك تسأل الله عز وجل، اجعل أول قيامك وأول استعدادك لليلة القدر وأول أسباب توجهك لتكون من أهل ليلة القدر إنك تستشعر نعمة الله عز وجل عليك، حتى تقبل على الله عز وجل إقبال قلب، تقبل على الله عز وجل إقبال إقبالك على من أنعم وأعطى، وأنت عاجز عن شكر الله وأنت عاجز عن أداء حق الله عز وجل عليك، وعندها ستجد أن الله عز وجل أقبل عليك. أما أقبلت على الله وسجدت وركعت وأنت مالك حاسس بنعم الله عز وجل ولا مستشعرها في قلبك، بلاء هذا. طيب إذن هي من النعم القليلة يلي يزهد بها الناس، لا يفكر بها الناس، لا يستشعرها، فلا يصلون بها، لا يصلون بها إلى الله، لأنه كل نعمة بشكرها ومعرفتها وأداء حقها يجب أن تصل بك إلى الله، كل نعمة. طيب بحديث ثاني، شوفوا الحديث إخواننا ما أجمله ما ألطفه، وشوفوا هالنعمة العظيمة اللي احنا غافلين عنها.
قال عن معاذ بن عبد الله الجهني عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا يوما وعليه أثر الغسل وهو طيب النفس. شوفوا هالكلمة، وهو طيب النفس، هيك منشرح مبسوط النبي عليه الصلاة والسلام، قلبه صافي رايق. كل الناس بكل الدنيا عنده مشاكل وعنده هموم، لكن المؤمن من أهم ما يميز هذا المؤمن أنه هو لأنه قلبه مع الله عز وجل، صحيح هو عايش المشكلة بس آخر شيء تاركها على باب الله عز وجل، و و و مو حاطط عينه على المشكلة، حاطط عينه على النعم. لأن الشيطان كيف بده يصرفك على الله عز وجل؟ كيف بده يصرفك عن الله عز وجل؟ يخليك ما تشوف إلا مشكلتك، ما تشوف إلا بلاءك. شو صار؟ والله ضاعت مني 200 ليرة، تعكر ونسي كل النعم ونسي كل، والله شو ضاع 1000 ليرة، خسرنا الشغلة الفلانية. طيب والتاني من النعم؟ لا، أنت خلي عينك على النعم، واللي فقدته حسبنا الله ونعم الوكيل، راح راح، شو بدنا نساوي؟ ما عاد يرجع، قد ما كان كبير ولا صغير راح، مع السلامة. وخلي عينك على النعم، ستشعر بهذا المعنى. شو هو؟ طيب النفس، طيب النفس. طيب، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، صار يحكوا والله فلان عنده كذا، اشترى كذا، راح كذا. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. شوف كلام النبي، لا بأس بالغنى، لا بأس، يعني شو رأيك؟ ماشي الحال، لا بأس، مو شغل منيحة، قد تكون أكبر بلاء، قد تكون أكبر مصيبة، قد يكون أكبر صارف عن الله عز وجل، وقد يكون لا، سبب فضل وسيدنا أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، قد يكون شيء عظيم جدا. لا بأس بالغنى لمن اتقى، بس شوف شوف موازين النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول لك، لك مو تفكر أنه أنت إذا مالك غني وإذا ما عندك رصيد بالبنك كذا 100 مليون وإذا وإذا معناته أنت مالك بنعمة، هذا الشيطان. مو تجي على باب الله عز وجل وأنت شاعر أنه كأنك عم تقول يا رب والله أنت ما عطيتني وأنت ظلمتني وأنا جاي أسألك يا ربي هالليلة حتى تنصفني، أصحك. طيب، لا بأس بالغنى لمن اتقى. قال والصحة لمن اتقى خير من الغنى، في نعمة أكبر بكثير يتمناها الغني. الغني معه ضغط وكوليسترول وقلب وسكر ومئة ألف بلاء، ولا عرفان يأكل ولا عرفان ينام ولا عرفان يعيش، وانت عايش الدنيا طول بالعرض الحمد لله، شو ما حطولك بتاكل، وامتى ما حطت راسك على المخدة بتنام، والحمد لله ما فيك شيء، ولا الحمد لله نعمة. هذه يتمناها أغنى الأغنياء، أغنى الأغنياء. طيب، حديث طويل بهالقصة، ما حنطول فيه، بس الكمالي بقى، قال شو عم يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ والصحة لمن اتقى خير من الغنى. بعدين عم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهون الشاهد، وطيب النفس من النعم، من النعم الكبرى الله يرزقك طيب النفس، تلاقي نفسك هنية منشرحة رضية، ما في بقلبك حقد، ما في بقلبك حسد، ما في بقلبك اعتراض، مو على طول معترض وعلى طول معاجبك وعلى طول مدري شو وعلى طول وعلى طول وعلى طول، إذا واحد قال لك كيفك الحمد لله كأنك عم تقاتل الناس مقاتلة، ويا أخي مدري شو يا أخي. طيب النفس، بيقعد الواحد معك بيشعر بطاقة إيجابية، بيشعر برضا عن الله عز وجل، بيشعر بحمد لله عز وجل، بيشعر بأنك أنت في عندك أنس بالله عز وجل ونعم الله، وعم تتذكرها وعم تفكر فيها وعم تحكيها وعم تنقلها للناس، حتى بيطلع الواحد من عندك نسيان مشكلته، نسيان همه. أما في واحد بيكون رايق ومبسوط ومكيف، بيمشي بيشوف واحد بيقعد معه 5 دقائق بيطلع معكر معكر، شايف الدنيا كلها مشاكل وهموم. ليش؟ لأن هذا الذي جلس معه لم يكن في نعمة طيب النفس. آخر الكلام حنقرأ، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم، وطيب النفس
من النعم وطيب النفس من النعم. الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأخرجه البيهقي في الشعب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الهدى والتقى والعافية، وأن يرزقنا الغنى مع التقى والصحة مع التقى، وأن يرزقنا طيب النفس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الليلة المباركة من أهل أنسه وقربه، والحمد لله رب العالمين.